مدى الأعمار يوم جذت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار والله وكل يسار لا تلد هاشمية علويا لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري باطئ الرؤوس إن رأس حسين شيخ عبد الحسين شكر قراها بكربلاء بحضور علماء كربلاء صاحب القصيدة أحد العلماء قال له اليوم حكيك ما أدري شلون الشيخ عبد الحسين شنو تعطي الرؤوس ليش هواي اليوم كلامك ثقيل علينا السادة حسين رأسا رفع من أجل الله على الرمح نكون نرفع رؤوسنا ليش نطاطع رؤوسنا قال له انتظرني لآخر القصيدة سيدنا وشوف شو يصير البدار البدار على نزار قد هنيتم ما بين بيض الشفار على نزار قد فنيتم ما بين بيض الشفار سلبتكم بالطفي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار يوم جذت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار طاطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعته على القنا الخطار رفعته على القنا الخطار لا تذوق المعين لا تذوق المعين الماء لا تذوق المعين واقضوا ضمايا ليش بعد ضام القضاء بحد الغرار أنزار أنزار نضوب رود التغالي فحسين على البسيطة عاري أنزار نضوب رود التغالي فحسين على البسيطة عاري بعد لا تشقوا لآل غير قبورا فابن طاغى ملقا بلا إقبار فابن طاغى ملقا بلا إقبار لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس وجة المختار والله المختار هتكوا عن نسائكم كل خدري وباوع للعالم اللي اعترض عليه قال له تسمع مولانا قال له اسمع قال له شو تقول الآن قال له طأطأت رؤوسنا يا شيخ عبد الحسين اتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار اتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار شأن غنوح ليس تغدأ هانا عن بكى بالعشي والإبكار شأن غناوح ليس تغدوانا عن بكى بالعشي والإبكار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون احنا بعدنا بما يرتبط بالجانب الفكري اللي هو هدف من اهداف القرآن الكريم وارسال الرسل وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله والأوصياء ايضا عليهم السلام بعدنا بالجانب الفكري وقلنا هذا يتبين من خلال امور التذكير اولا انتهينا منه
التفرقة بين الحق والباطل، التفريق بين الحق والباطل، ومعرفة كل واحد منهم من قبل الناس يكون متاح، المعرفة تكون متاحة. وأيضا انتهينا من ذلك. اثنين، ثلاثة كان رفع الاختلاف وانتهينا منه. أربعة اللي البارحة بدينا به وما كملنا، إن شاء الله اليوم نكمله. أربعة، إصلاح التحريف. إصلاح شنو؟ التحريف. طبعا البارحة، وهذا هدف من أهداف الأنبياء قبل البارحة، هذا هدف من أهداف الأنبياء، وجئت بآية على ذلك، وبنفس الوقت هدف من أهداف نزول كتب السماء، وجبنا بآية تجمع بين أن هذا يشكل هدف من أهداف الأنبياء وإنزال كتب السماء وعلى رأسها القرآن الكريم. جبنا آية تجمع بين الأمرين ليلة البارحة. جيد. ثم تكلمنا عن أمر آخر إذا يتذكر الأحبة، وهو ثقافة أو التحريف في ثقافة القرآن الكريم. وقلنا التحريف موجود منذ أن وطأت قدم الإنسان الأرض، بدأ التحريف وإلى اليوم والبكرة التحريف موجود. ولما رجعنا للقرآن الكريم لقينا أكو تحريف بمعنى أو على مستوى عام، وجبنا بعض مصاديقه، وأكو تحريف على مستوى خاص وجبنا بعض مصاديقه، وأكو تحريف على مستوى أخص وجبنا بعض مصاديقه، وأكو تحريف على مستوى أخص الأخص، وجئنا ببعض مصاديقه، وانتهينا من كل ذلك ليلة البارحة. كل شيء. الآن خلونا نكمل. قلنا إصلاح التحريف اللي يكون موجود بالمجتمع على كل المستويات، التحريف على كل المستويات، هذا الله تعالى يرسل من أجل إصلاحه الأنبياء أوصياء، وينزل من أجل إصلاحه شنو؟ كتب السماء في الواقع. وظهور إمام زماننا ورجوع أئمتنا عليهم السلام هم أيضا مرتبط بهذا الأمر. أكو تحريف بالأرض، فلا بد يجي من يصحح ويصلح ويصلح هذا شنو؟ هذا التحريف. ولهذا إمامنا لما يظهر هذا من أهم أهدافه، وأئمتنا لما يرجعون هذا أيضا من أهم أهدافهم. هنا خلوني أقول لكم قضية، إذا تلتفتوا لي الله يعزكم ويحفظكم ويديمكم. التفتوا لي والله شوي. أئمتنا عليهم السلام يسألون: يا ابن رسول الله، آخر الزمان شنو يصير؟ قبل لا يظهر مهديكم وتصير رجعتكم شنو يصير؟ روايات كثيرة، يعني إذا أريد نقف عند كل الروايات نحتاج شهر رمضان كامل بس نقرأ روايات، وهذا ما نقدر له. نختار رواية منا رواية منا رواية منا حتى الأمر يصير واضح عند الإخوة، حتى يعرفون ظهور إمامنا هم هدف من أهدافه شنو، ورجوع أئمتنا كذلك عليهم السلام. أئمتنا لما سئلوا هذا السؤال قبل دولتكم بالظهور والرجعة، قبل دولتكم شنو يصير بالأرض يا آل رسول الله، أئمتنا أجابوا عن هذا السؤال كثيرا، وبعض الأحيان مو سؤال، هم تكلموا عما سيحدث في الأرض قبل دولتهم بالظهور والرجعة. انتبه لي أرجوك، لما تجمع الروايات كلها، تجمعها للروايات كلها تطلع بنتيجة. انتبه لي، تطلع بنتيجة أن قبل دولة أهل البيت سواء بالظهور يوم بالرجعة راح يكون أكو انحراف سلوكي عملي، وراح يكون أكو هناك انحراف فكري وعقدي. ما أدري واضح الكلام يوم واضح. مجموع الروايات اللي تتكلم عن أوضاع الناس قبل دولة أهل البيت بالظهور والرجعة، إذا أريد نخلي لها عناوين حتى نسيطر عليها، يا أخي الروايات هواي، شلون نسيطر عليها الروايات هواي، فيظهر راح يكون أكو انحراف قبل دولة أهل البيت عليهم السلام على المستوى السلوكي والعملي، وبدولتهم يعالجون هذا الانحراف،
وراح يكون أكو انحراف على المستوى الفكري العقدي، ودولتهم عليهم السلام بالظهور والرجعة هم تعالج هذا الانحراف. هسه قدرت أوصل فكرة يوم أقدر؟ هذا أصل المطلب. يبقى الأئمة شلون قالوا هذا المطلب؟ لكم خلق تسمعون رواياتي وما لكم خلق؟ مثلاً خلي أختار لكم بعض الروايات الشريفة وأتلوها على مسامعكم. طبعاً مو كل الرواية أقراها، قسم منها أنا مأشر على بعض الروايات، وهي الرواية هم طويلة أخذ شوية منها أخوة، مو كلها أقراها، بعض الروايات صفحتين شنو أقرأ منها؟ المجلس يخلص يعني، واي عندي تعليق عندي حكيهم. هاي الموسوعة اللي بين يدي موسوعة الإمام المنتظر للمير باقري مجلد الثاني. شو معنون؟ معنون هذا الفصل الباب ما أعرف شو تسميه، معنون الفصل الخامس: أوضاع الناس في زمن الغيبة وحيرتهم ورجوعهم عن دينهم. أوضاع الناس في زمن الغيبة وحيرتهم ورجوعهم عن دينهم. ما أدري حيرتهم ورجوعهم عن دينهم هذا يشكل انحراف لو ما يشكل انحراف؟ انحراف. الناس من ترجع عن دينها يعني شنو؟ الناس من تكون بحيرة وتقول ما نعرف الحق يعني شنو؟ زين هذا فقط على المستوى العقدي، لا على المستوى الأخلاقي هم يصير أكون انحراف. أمتنا ايش قالوا قبل أكثر من ألف سنة؟ أمتنا ايش قالوا؟ فتجي دولة أهل البيت بالظهور والرجعة تواجه هذا الانحراف، تصلح هذا الانحراف على المستويين. فإذا هذا الأمر الرابع البينت بالأمر بالمجموعة الأولى، مجموعة الجانب الفكري الإنساني مرتبطة بالظهور والرجعة، ومرتبطة هم مرتبطة مثل التذكير ومثل الحق والباطل ومثل رفع الاختلاف هم مرتبطة. وراح أجيب لكم رواية بالنص شلون مرتبطة بالنص عن زمن الرجعة. أنتوا بس صبركم علي خطوة خطوة تحملوني، لا تستعجلون علي. مثلا هاي فد رواية هنا أنا طويلة، صاحب الموسوعة ينقلها عن روضة الكافي الشريف. طبعا الرواية في الكافي يعني حقيقة إلها وزن، الرواية لما تكون بالكافي، الكافي من أهم مصادرنا الروائية. هسا ما أقول كل ما فيه صحيح، هذا الأمر تركه للعلماء أهل الاختصاص، ولكن إجماع علماء الشيعة على أن الكافي وعلماء الرجال وغيرهم علماء هذا الاختصاص على أن الكافي هو أهم كتبنا الروائية، نحن أتباع آل البيت وأقدمها وأمتنها وأفضلها. الأحبة وياي وما لهم خلق يسمعوني. زين القصة طويلة، الإمام الصادق يمشي مع أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور يقول له تذكر من قلت لي إحنا راح نحكم؟ يقول الإمام الصادق وحكمنا يطول ويكون شديد، وانت قلت بحكمنا راح نأذيكم. الإمام الصادق عليه السلام قال له يا أبا جعفر اترك هذا الحكي، النتيجة الإمام خو هذا حاكم، خو الإمام كون يتقيه. قال له ستأترك هذا الحكي، وأنا قلت يقتلون أهل البيت، أنا ما قلت على إيدك، لعله ما قلت على إيدك، لعله على إيد غيرك، اترك هذا الكلام. هسه أنتوا الآن حكمتوا خلص، الإمام كان قايل له قبل حكمه. هذا صار نيته يتذكر الإمام قايل له بي ويقول له تحقق، وأنت قلت راح يكون حكمنا، ويرد يحاسب الإمام على القايلة سابقا. الإمام قال له اترك الحكي بعد، أنت أخذت الحكم بعد خلاص بعد، هسه ايش رايد مني؟ هسه أنت قلت لك حكاية قبل متذكرها، اترك الموضوع بعد، حكم وأمر ونهي ودنيا وانسى وراحة، التهب نعيمك وعوفني. زين هاي بداية الرواية، مشكلة رواية طويلة وهي كلش حلوة بس ما أقدر أقرأها كلها، وقت يروح، ولا الرواية كلش حلوة. المهم طبعا المنصور كان راكب على جواد، والإمام عليه السلام كان راكب على حمار. أحد الشيعة شاف الإمام بهذا المنظر دخله شك في قلبه، قال حجة الله يركب على حيوان أدنى مما يركبه عدو الله، شلون يصير هذا؟ شلون الإمام تشي؟ صار شك بقلبه. فإجا بعدين شكى للإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله شلون صارت كذا؟ الإمام هم جاوبه وسولفوا وياه، وقال له يا أبي إحنا الدنيا مو إنا، إحنا كذا كذا كذا. قل فتقصة كلش حلوة بس قراءتها كلها يحتاج إلى وقت. المهم
إلى أن الإمام يقوم يسولف له عن دولتهم وشنو راح يصير، ويقول له إحنا جاينا الآن حكمنا بعده. زين، إلى أن يقول للإمام عليه السلام: ألا تعلم أن من انتظر أمرنا بالظهور والرجعة وصبر على ما يرى من الأذى والخوف وغدا في زمرتنا؟ زين، فإذا رأيت الحق قد مات. إيش وقت أمركم؟ إيش وقت دولتكم؟ إيش وقت رجعتكم؟ إيش وقت حكمكم؟ يقول له: إذا رأيت الحق قد مات. شلون حكي هذا؟ شلون حكي يخوف؟ يا أحب الرواية في الكافي، يقول له: إذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت القرآن قد خلق وأحدث فيه ما لكذا، ورأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الماء، إقلاص ما الماي وشنو والذبة، الدين هيك راح ينكفئ قبل دولتنا، كما ينكفئ الماء، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق. يعني الكلمة تكون إلمن قبل دولتنا؟ الأهل الباطل، وإلهم يصير علو على أهل الحق أهل الباطل. ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر أصحابه، الشر والمجاهرة بالشر، بالفسق، بالفجور، بالمعصية، بارتكاب المحرمات، بعد ما يعود مخفي وإنما شنو؟ ظاهر. ولما يكون ظاهر الناس تنتقده يطلع لأعذار، لا طلع لأعذار، طلع لأعذار. وبالعكس إذا أنت انتقدت الناس يصيرون ضدك، مو يصيرون ضد الشر، إذا أنت انتقدت الشر يصيرون ضدك. أنت إيش عليك؟ شو دخلك؟ دخلك الموضوع؟ ليش تتدخل؟ إيش تريد كذا؟ بعض ما أنا ما أريد أقول هسه هو هذا تحقق، لعله راح يجي أكثر وأكثر وأكثر، إيش ما أدريني أنا؟ أنا أكره التوقيت ولا أحب الدنة للتوقيت، ولهذا هاي تطبيق روايات علامات الظهور أنا جدا ضده، تماما ضده، تطبيق علامات الظهور على حوادث تصير، يوم معارك تصير، يوم مشاكل تصير، هاي كلش ضد هاي الشيء، لأن كل اللي طبقوا الروايات سابقا والآن طلع تطبيقهم كله شنو؟ كله غلط. فليش نقع في الخطأ مرة ثانية؟ هو الإمام إذا أراد يظهر يبين، اكو علامات كلش واضحة تخلي الناس تعرف الإمام، بس على شنو هالاستعجال هذا؟ على شنو هلك المحاضير؟ على شنو مستعجلين؟ اتركوا هذا التلاعب بعلامات الظهور وتطبيقها بشكل خاطئ. و اقول هسه انا ما اريد اقول هذا صار لحد الان، لعل بعده ما صاير هذا اللي يقول الامام، يعني راح يصير في يوم من الايام اكثر من الفسق الموجود الان والفجور في العالم، يصير اكثر لعله. ولكن هسه الان هذا هم موجود تقريبا، هم موجود. زين، بعد شو يقول للامام؟ يقول له: ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته. هذا شنو من زمن أغبر حشاكم، شنو من زمن سيء هذا. ورأيت الصغير يستحقر بالكبير، ورأيت الأرحام قد تقطعت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله، ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ورأيت النساء يتزوجن. حكي 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 فظيع فظيع فظيع، ما ينحكى بعض.
هنا هاي الروايه لما تقراها وتريد تخليلها عناوين، ايش راح تطلع العناوين مال الانحراف؟ انا اكو انحراف يوم اكو انحراف راح يصير. اصلا المجتمع راح يغرق بالانحراف، يغرق. هذا المجتمع راح يغرق بالانحراف اللي الامام قاعد يذكر بعض مصاديقه هنا بالروايه. اذا اريد اخلي له عنوان انحراف سلوكي عملي، وانحراف شنو؟ فكري عقدي. على المستويين راح يصير انحراف. من يصير انحراف تجي دولة أهل البيت بالظهور وبالرجعة تصلح وتصحح هذا الانحراف. طبعا هذا مو معنى احنا ما نؤدي دورنا، احنا نؤدي دورنا بما نستطيع، ولكن يبقى تصحيح الانحراف بشكل كامل هذا مرهون بدولة آل محمد. ألخص لكم الحكي حتى انتقل رواية ثانية ثالثة بسرعة. هاي الرواية صفحة 2 3 4 ثلاث صفحات ونص تقريبا. ورأيت 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 وكلهن بجانب سلبي. قرابة الأربع صفحات يقول له ورأيت هنا تظهر دولتنا. وهاي سنة إلهية، العسر بعد شنو؟ يسر. إن مع العسر يسرا. كون تغرق الأرض، إحنا كون نأدي دورنا بوجه الفساد، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. هذا مو معناه إحنا لا إحنا كون يعني إحنا مو معناه إحنا نريد هذا يصير حتى يظهر، هذا غلط، هاي الفكرة غلط. لا، إحنا هم كون نشتغل، إحنا كون نعمل، نواجه الفساد بنقدر له. بس بالنتيجة هو هذا راح يصير مثل ما أئمتنا عليهم السلام يقولون انحراف عقل. هاي رواية. مثلا رواية أخرى كمال الدين للشيخ الصدوق. الأحبة عافوني وبعدهم وياي. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. خطبنا أمير المؤمنين فحمد الله ثم قال سألوني سألوه عن آخر الزمان، الإمام علي عليه السلام، فقال لذلك علامات كذا كذا كذا. إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وشيدوا البنيان، يريد يقول للناس بوقته بنيانهم ما راح يصير مثلكم طين وما أدري شنو، لا راح يصير عمارات وراح يصير ناطحات سحاب وراح يصير، وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء، بعدين يقول وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا. الإنسان إذا يصير صاحب حلم كظم غيظ يعتبروه شنو؟ ضعيف، فيعتدون عليه أكثر. وكانت الأمراء والظلم فخرا، وكانت الأمراء فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفاء خونة. العرفاء يعني شيوخ القوم، شلون مثلا شيوخ قبائل شيوخ كذا، خونة. والقراء فسقة، وظهرت شهادة الزور، واستعلن الفجور وقول البهتان والطغيان، وحليت المصاحف. المصاحف راح تكون مو مثل الآن جلد ماعز يوم ما اعرف شلون، راح تكون في الطبعات بس الناس تطبق بيها يوم بس تجملها، بس تجمل الظاهر ولكن ما يستفيدون منها شيء. وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنارات وأكرمت الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت القلوب ونقضت العهود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق وكان زعيم القوم أرذلهم. عادة الناس تخلي زعيم القوم أحسنهم أعقلهم أحكمهم، يقول في ذاك الوقت زعيم القوم منه أرذلهم. توقع ما شنو بالوقت هذا والله. واتقي الفاجر مخافة شره وصدق الكاذب وأتمن الخامن واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر كذا وركب ذات كذا سروج. هسه بعد العبارة هاي اكو بعض العبارات قبل كانت مقبولة الآن شوية
ما مستساغة، أكو بعض العبارات سابقاً كانت طبيعية، الآن جرس هاي الكلمات شوية ما مستساغ. أضرب لك مثال، وطبعاً هذا علم كامل في علم اللغة أقدر أتكلم به، بس الآن مو وقته، مشكلة مو وقت. مثلاً كلمة هلك بمعنى مات، سابقاً هلك مات مستساغة، الآن كلمة هلك تقال للزين لو للمزين؟ للمزين، مع أن الله في القرآن يعبر عن يوسف أنه هلك، ويوسف نبي، هلك بمعنى مات. الآن تقول فلان هلك ظالم، أما الزين ما تقول عليه هلك، جرس الكلمة الآن تغير، وإلا سابقاً عادي هلك هلك. الله يقول عن يوسف فلما هلك يعني مات، ما بيها إساءة مثل الآن، الآن جرس الكلمة شوية ما مقبول، سابقاً كان مقبول جرس الكلمة. كلمة النكاح بمعنى الزواج، الآن هاي الكلمة جرسها شوية ما مستساغ عند البعض، ما مستساغ، جرس هاي الكلمة الآن شوية ما مستساغ، مع أنه طبيعي معنى الزواج. الجهاد، البعض يسألني دائماً شلون جاهدت الحسين بني أمية، شلون جاهدوا الجهاد، يستخدم الآن جرس الكلمة الآن يعني جرس الكلمة الآن أنه الجهاد بالجانب السلبي أو الإيجابي، الإيجابي الجهاد في سبيل الله، فشلون هاي بني أمية أمة جاهدت الحسين، شلون جاهدت، مع أنه جاهدت بمعنى بذلت جهداً باللغة العربية، هذا بذل الجهد مرة يكون بجانب إيجابي مرة يكون بجانب شنو، بذل الجهد مرة يكون بجانب سلبي، مثل ما القرآن الكريم يقول عن الأبوين وإن جاهداك على أن تشرك، شوف جاهداك تشرك، هنا جاهداك استعملت بجانب سلبي لو إيجابي، سلبي واضح جانب سلبي هنا، فجاهدت الحسين طبيعي يعني بذلوا جهدا لقتال الحسين وحصار الحسين. أكو كلمات سابقا مستساغة، الآن جرس الكلمة ما مستساغ، هاي فد مشكلة. ولهذا أنا بعض الكلمات بالروايات ما أحب أقولها على المنبر، وإن كان أهل البيت قال لي عليهم السلام، خاف يعني تستغل من قبل ذول المرضى على مواقع التواصل يخلوها للسخرية والتندر والضحك وإلى آخره، فأعبرها. الإمام علي عليه السلام هيك يقول، يقول وركب ذوات كذا السروج، يقول عليه السلام، وهذا صار الآن نشوفه يعني موجود الآن هذا، وهكذا. المهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، هذا قاعد نشوفه لو ما نشوفه، أنا يعني أكو بعض الشباب يعني ما تعرف شو، والله عيب تحكي يعني، وبعض النساء هم ما تعرف شو، ما تعرف شو، وهسه هاللذة معايا أنا بس أرد أعرف اللذة من ذني شنو، أنا ما قاعد أعرف يعني. واحد ولد كنا أسد بطل سوي روحه بنية على شنو، لذتها شنو، أنا ما قاعد أفهم. زين أنت بنية مسوي روحك رجال على شنو، الرجل ما يريد لمارة تشبه رجال، شو يسوي بيها؟ والامرأة هم ما تريد لها رجل متشبه بيها، تريد لها رجل رجل يعني رجل، فهسه أنت مسوي روحك كتشي على شنو، وين تريد توصل يعني، ما قاعد أفهم، ما أدري ما أدري، أنا شيء غريب والله شيء غريب، ما أدري. وغير ذلك، هاي قاعد يقول الأمير المؤمنين حرافات يؤمن حرافات، بعضهن جانب سلوكي عملي، بعضهن جانب فكري، بعض انحراف. يا أخي انحراف كل المجالات. زين طبعاً أنا هواي مأشر، يظهر البقية ما أقدر أقول إن كلهن يعني بعد هواي، لا لا صعب، خاف تعبون تملون، لا يا أخوي تالي بقلكم تحشون علي. المهم مثلاً هنا في بحار الأنوار أمير المؤمنين يقول قتل سريع وموت ذريع يصير و إلى آخره. مثلاً ما روايات كثيرة، أمر على الباقي بسرعة حتى شوي دور أريد أن أعلق، مو بس أقرأ روايات أريد أنظر. مثلاً هنا ستصيبهم فتنة عظيمة حتى يبرأ بعضهم من بعض وإلى آخره، نستجير بالله. فالخلاف يؤدي إلى واحد يتبرى منين؟ من الثاني. مثلاً النبي لا يبقى من الإيمان إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا
رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة من البناء وقلوبهم خراب عن الهدى. نستجير بالله. مثلاً آخر اثنين روايتين ثلاثة بسرعة. تكون له غيبة المهدي وحيرة حتى يظل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطاً وعدلاً وإلى آخره. شوف شلون رواية هاي تخوف. مثلاً قلت لأبي عبد الله ما علامة القائم؟ قال إذا استدار الفلك، فقيل مات أو هلك في أي واد سلك. يعني يصير شك بمن؟ شك بالإمام عليه السلام، وبعضهم ينحرف عن الإمام وما يقبل الإمام. مثلاً آخر شيء أقوله، هاي آخر شيء، لا يكون الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض وحتى يلعن بعضكم بعضا وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. عند ذلك يجي أمرنا. هنا نخال باب رابع، وكل باب من هاي الأبواب جايب روايات. أنا راح أقرأ بس العناوين، ما أقرأ رواياته حتى أعلق. قساوة القلب، عدم ذكر الله، عدم الخوف منه، الرياء في العبادة، النفاق والجفاء بين الناس، حب الدنيا، فساد الأموال، خيانة الأمين، ظهور الفسق والبدع، عدم العمل بالأحكام، يعطل الأمر بالمعروف، كذا، كذب وشهادة الزور، غيبة، بهتان، نميمة، خبث اللسان، حسد، بغي، طغيان، غناء، ملاهي، شراب، مسكرات، قمار، فحشاء في الرجال والنساء والصبيان في ذلك الزمان. كل هاي العناوين أكو عليها شنو؟ روايات عن أهل البيت عليهم السلام. هذا كله قبل الظهور والرجعة. مجموع كل هاي الروايات إيش يطلع الناتج مالته؟ أكو انحراف كبير يو مو كبير؟ انحراف خطير، انحراف كبير خطير راح يصير ما قبل الظهور والرجعة. يجي ظهور الإمام المهدي ورجعة الأئمة عليهم السلام، فيواجهون كل ذلك. بعض ذلك يواجهوه بالقوة بالسيف. أكو بعض الناس ما تفهم إلا لغة شنو؟ إلا لغة القوة. شو نسوي له؟ وبعضهم لا، يواجهوا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أحسنتوا بالنتيجة. قسم هيك يواجهوا، قسم هيك. ولهذا تشوفون روايات أنه بزمن إمامنا وأئمتنا عليهم السلام سيف، وتشوفون روايات يقول لا بالموعظة وبالكذا. هاي صحيحة وذيك شنو؟ ذيك صحيحة، وكل شيء بمكانه صحيح. اللي ما يفهم إلا لغة السيف يواجهوا بالسيف، واللي لا والله يقبل بالتي هي أحسن هم يناظروا ويقنعوا ويقولوا أرجع للطريق. بالنتيجة الانحراف كون ينصلح. الانحراف شنو؟ كون ينصلح. زين، هنا خلوني أقول لكم قضية من بعد ما هاي الروايات قرينا وصار عندكم الصور الآن صورة واضحة عن الانحراف اللي راح يصير قبل دولة أهل البيت بالظهور والرجعة. هنا خل أقول لكم قضية. شوفوا إخواني، نفس الإنسان، بعد خل نبدأ ننظر للروايات. نفس الإنسان أكو بيها قوى أربعة. هسا أريد من الأحبة يلتفتوا لي، الله يجزيهم خير. هسا تقول هذا ليش كله يصير؟ ليش هذا كله يصير يعني؟ هالبلاء هذا الذكرون الأئمة ليش كله يصير؟ نفس الإنسان بيها شنو؟ ها؟ قوى أربعة. القوة الأولى هي القوة العاقلة المفكرة اللي تعكس الجانب الملائكي بالإنسان. هاي القوة مشار لها بلسان الروايات أول ما خلق الله العقل قال له أقبل، أقبل، أدبر، أدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. والله كرم الإنسان بهذه القوة العاقلة المفكرة اللي تمثل الجانب الملائكي بالإنسان أو تعكس الجانب الملائكي بالإنسان. هاي أول قوة موجودة في الإنسان. أكو قوة ثانية بالإنسان،
طبعا هاي القوة تخلي الإنسان يفكر يفكر، وعلى أساس تفكيره يصل إلى نتائج المفترض تكون صحيحة. إذا كانت المقدمات رتبة بشكل صحيح، النتائج مش تكون تكون صحيحة، فتوصل إلى الطريق الصحيح على المستويات الدينية والدنيوية والتجارية. شو تعبر عبر زي. أكو قوة ثانية بالإنسان، هي النفس الإنسانية، هي القوة الغضبية، اللي بين قوسين يعبرون عنها علماء الأخلاق قوة الدفع. قوة شنو؟ الدفع، قوة الغضبية. القوة الغضبية تعكس الجانب شو تعبر عنه؟ السبعي بالإنسان. تقول لي زين هاي إذا مو زينة رب العالمين ليش زودنا بيها؟ لا، منو قال لك مو زينة؟ منو قال لك مو زينة؟ إذا تسيطر عليها، شوف إذا تسيطر عليها وتروضها تكون نافعة يو ضارة؟ نافعة. منو قال لك مو زينة؟ إذا فلتت صارت مو زينة. إخواني، يعني هذا اللي يقول يا رب العالمين ليش أعطانا إياها؟ مثل واحد يقول هاي الكهرباء لما تكهرب وتقتل الناس ليش أعطانا إياها؟ حكايته صحيحة؟ أكو واحد يقول الآن، أكو عاقل الآن يقول هاي الكهرباء تكهرب يوم ما تكهرب، اللي يتكهرب بيها يموت لو ما يموت. إيه ليش يعطونا إياها لبيوتنا؟ شو نسوي بالكهرباء؟ ليش تعطونا إياها؟ تموتها، على شنو منطينا إياها؟ طبعاً هاي بلدنا وزارة الكهرباء تكيف على هذا الحكي يوم ما تكيف. والله يعني هاي فدنا يقول لك إيه سيد هذا الحكي حلو ومرتب. تقول له يا أبا الكهرباء كل الزينة، بس أنت شنو؟ استعملها استعمال صحيح. خدت من تخلي يدك على الواير، مو شغلتك الكهرباء وتريد تصير شنو؟ مهندس مع الكهرباء. أكو بعض الناس ترى هالشكل، شو تقول له تعرف يقول شنو؟ أعرف. وحتى إذا ما يعرف يقول يا با تعرف تطبخ؟ يقول أعرف. يا با عندنا كهرباء؟ يقول أنا أسوي. يا با عندنا ماء؟ يقول أنا. يا با عندنا خارطة أريد نسوي؟ يقول أنا أسوي خارطة. يا با هو كل يعرفين إلا ما يعرفين، والله وكيلك وين ما يخلي ده يخربه. انت اذا مو شغلتك الكهرباء، الكهرباء بها فائده، هي انطونا اياها حتى نستفيد منها، بس انت اذا ما تتعامل وياها مو بشكل صحيح تاذيك. اجيب لك مثال اخر. يا رب العالمين هذا سم الحيه، ليش خليته بالحيه لاحظ رسولها فد واحد وتقتله؟ تقول له يا با انت ليش تنظر له من هالجانب هذا؟ خو انظر له من جانب اخر. شنو احسنته؟ هاي الحية هم تريد، هاي الأفعى تريد فشي تدافع بيه عن شنو؟ عن نفسها مسكينة، مثل ما أنت تدافع عن نفسك بكل شيء، هي هم عندها فد سلاح تدافع بيه عن نفسها. دفاعها عن نفسها بالسم حسن يوم مو حسن، فأنت ليش تنظر لسيد؟ ليش تنظر لسيد؟ اثنين، الآن هذا السم مال الأفعى لما استخرجوا منه أمصال وما أمصال صار نافع يوم مو نافع، فليش تقول الله خلق شيء سيء؟ يا أخي أنت الأمر لا تنظر له من جانب واحد بمصلحتك، ويا ريت هم مصلحتك ناظر لها بشكل صحيح، انظر له من كل جوانب راح تكتشف هو مفيد مو ضار. نعم إذا ما تعاملت وياه بشكل صحيح راح يكون ضار بشكل طبيعي. فالشر لازم لوجود الخير. أنا شايف بعضهم يقول أنت يا رب العالمين خلقتنا الألم ليش خالق بينا الألم؟ أنا شنو خالق الألم؟ هذا من واحد عرق ماشي يصير بيله ما أعرف شنو يصير عنده آلام بس يريد مهدئات. يا ربي ليش خلقت لنا الألم؟ فأنت تعتبر الألم سيء؟ الألم مو سيء، الألم إذا تنظر له من كل جوانب يطلع خير مو سيء. انت ببركة الألم تعرف جسمك بيه مشكلة فتروح تعالجه بسرعة قبل لا شنو؟ قبل لا يكبر. اثنين، انت اذا ماكو ألم بجسمي وجسمك وانت نايم واجى حيوان صار نيته ياكل من جسمك وألم ما مخلوق جسمك، ماكو ألم بجسمك، الحيوان اذا اكل نصك تدري بيه؟ ما تدري بيه. ألم ماكو، ايش ياكل منك انت هم ما تدري، ماكو ألم.
فتوقع هذا الإنسان لو ما عنده ألم صعبة شلون يعيش. الألم جرس إنذار، أي شيء يقترب منك يريد يأذيك رأساً تفز من الألم ترتب أمورك، أو لا والله صار أكو خلل جسمك رأساً يدق لك إشارة أنه روح للدكتور قبل لا يكبر المرض وينتهي كل شيء. فالألم إذا تنظر له منها يطلع خير مو شر. مشكلة الإنسان حتى بنظرته أناني، أناني الإنسان أناني. انظر للأمر من كل جانب راح تكتشف الحقيقة، لا تنظر له من جانب واحد. أقول هاي القوة الغضبية المودعة في النفس الإنسانية مو شر. أنت لولا القوة الغضبية المودعة في نفسك دافع عن نفسك؟ ليش ما تجاوبني؟ لو ما القوة الغضبية موجودة بنفسك لما واحد يظلمك يعتدي عليك ما يدافع، يدافع عن ماله عن نفسه. إذا القوة الغضبية ما موجودة ما يدافع، ولهذا وجود القوة الغضبية شنو؟ ضروري. نعم إذا الغضبية تجاوزت حدودها قدرت عليها تصير شنو؟ تصير شر، وإلا هي أصل وجودها خير، قوة دفع تدفع بها المضار عن نفسك، فلا بد من وجودها. بس كون تسيطر عليها. هاي اللي أمتنا عليهم الله، شنو هالجمال هذا، شنو هالجمال هذا. أمتنا عليهم السلام قالوا الغضب مفتاح كل شر، إذا شنو؟ إذا ما سيطرت عليه يخليك تكفر بالله، يخليك تسب وتشتم، يخليك تضرب، يخليك تقتل، يخليك تحرق، يخليك تعتدي، كل شيء يسوي الغضب إذا ما سيطرت عليه. بس القوة الغضبية سبوعية وجودها ضروري للإنسان حتى يدافع بها عن نفسه وينتفض فيها لمن يعتدي عليه، ومن دون هذا ما يصير. مهم صار كم قوة لحد الآن؟ القوة العاقلة المفكرة والقوة غضبية السبوعية. ايش تعبر عبر قوة الغضبية اللي تعكس الحالة السبوعية الموجودة في داخل الإنسان اللي المفروض يستغلها استغلال حسن. ثلاثة، القوة الثالثة المودعة في النفس الإنسانية القوة الشهوية. القوة الشهوية اللي تمثل جانب حيواني في الداخل الإنساني. بس تقول لي على شنو هو صارت هاي؟ هو لو ما هاي القوة الشهوية الموجودة بعض شبابنا يراقبون برا البنات ما يراقبون، وعلى الفيس يقول دزي لي صورتك وما اعرف، بعدين يهددها بصورته وخلي ما اعرف شنو هذا ومو يا لا عندني قاعد بعض قاعد يصير ذني قاعد يصير. هاي كلها بسبب القوة الشهوية. يا ربي ليش خليت القوة الشهوية؟ يقول لازم اخلي القوة الشهوية بس انت تكون السيطر عليها. كون أخلي القوة الشهوية عندك. ليش كون القوة الشهوية؟ يقول النسل ما يستمر إلا من خلال القوة الشهوية. النسل شلون يستمر؟ الحياة شلون؟ الحياة بشكل طبيعي هذا كله من وجود القوة الشهوية. ما يصير أن تكون السيطرة عليها، هي في أصل وجودها الإنسان على وإن الإنسان يسيطر عليها هنا المشكلة، هنا الكارثة. إذا هاي القوة صارت منفلتة هنا الكارثة. مثل القوة السبوعية إذا أدفلتت من الإنسان هنا الكارثة، صاحبها يقوم يقتل ويعتدي ويفعل ما يفعل. شلون؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإلى آخره. ماكو حرمة ما يدوسها، يصير أمامه ما يدوس. القوة الشهوية يصير عبد لذاته وشهواته ونزواته. والمشكلة ميت إذا فلتت هاي القوة، إذا فلتت ما يقف الإنسان عنده حد.
ولا يترس عين شيء ابدا ابدا. لو ياخذ له 1000 بنيه من بنات العالم عينه ما تنترس اذا فلتت هاي القوه وما خليتها ما مشيت بشكل صحيح. صار كم قوه لحد الان؟ 4 قوه الوهم. قوه الوهم اللي يستفيد منها ابليس ومن خلالها يحرك القوة الشهوية ويخليها منفلتة، ومن خلال قوة الوهم الرابعة يحرك القوة الغضبية ويخليها شنو؟ منفلتة، وبذلك يصير الإنسان من أتباعه. زين أنا شلون أسيطر على القوة الغضبية والقوة الشهوية وحتى قوة الوهم؟ من خلال القوة العاقلة. وليش رب العالمين زودنا بها؟ زودنا بالقوة العاقلة حتى تسيطر على شنو؟ على القوة الشهوية والغضبية ويخليها تمشي بطريقها الصحيح ولا تتجاوزه. أما قوة الوهم اللي يشتغل إبليس من خلالها يحرك الغضبية والشهوية وتقف أمام القوة العاقلة فتحتدم المعركة ويحتدم الصراع. وعلى أساس المنتصر بهاي المعركة الإنسان لو ياخذ طريق رب العالمين لو ياخذ طريق إبليس. شوف هاي 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 بهالشكل هذا. فيظهر آخر الزمان أكثر الناس الأكثرية الساحقة للناس راح تمشي بيا طريق طريق إبليس. يعني قوة الوهم سيطرت على قوة الشهوات وعلى قوة الغضب، ولهذا أئمتنا يشوفون يقولون قتل ذريع، ويقولون النساء تشبه بالرجال والرجال بالنساء ويكتفي الرجال والنساء بال وا 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 وا. الآن هذا الشذوذ اللي قاعد نشوفه إحنا الآن في العالم اللي الآن بدأ يشرعن شذوذ يشرعن يقول لك هذا من حق حريته أنه كذا وذيك حريتها أنه كذا، وبدأوا يسووا لهم قوانين الآن يشرعون الشذوذ، يعني مع أنه الأمر الطبيعي أنه الرجل يتزوج امرأة والامرأة تتزوج رجل يصير عندهم أولاد وهي سنة الحياة. ما أدري قدرت أوصل فكرة ولا المعركة صارت واضحة المعركة الآن؟ إيش قد أن تكون تقوي وتقف إلى جانب القوة العاقلة حتى تسيطر على بقية القوى، وإذا القوة العاقلة ما سيطرت إبليس من خلال قوة الوهم راح يسيطر على الغاضبة أو الغضبية ويسيطر على الشهوية، وبالنتيجة الإنسان يظل ضلالا بعيدا في عالم الانحراف. ولهذا كل واحد من شبابنا هاي المعلومات كون يخليها أمامه. من هنا بعض علماء الأخلاق يقولون أهم شنو عبر أهم الأسس الأخلاقية هي الحكمة والشجاعة والعفة. عود ليش حكمة وشنو وشجاعة وعفة؟ إلها ارتباط بالقوى المسيطر عليها من قبل القوة العاقلة. يعني القوة العاقلة إذا نجحت في أداء دورها إيش راح تتصرف؟ تصرف حكيم، والحكيم هو من يضع الأمور في شنو؟ في مواضعها. أحسنتم، في مواضعها. القوة الشهوية استفيد منها بمكانها الصحيح وبمجالها الصحيح، روح تزوج على سنة الله ورسوله ما حد مانعك. والقوة الغضبية استعملها بمكانها الصحيح، دافع بيها عن نفسك واغضب فيها لله. القرآن الكريم عبر عن موسى أنه غضب فلما سكت. شلون هسه الآية مضمونها؟ مضمونها حتى ما حد يعترض عليها. مضمونها سكت، مضمون الآية أنه سكت الغضب عن موسى. هذا غضب كان لمن؟ لله تعالى. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. قوة الغضبية استعملها بالدفاع عن نفسك ما اشكال، بالدفاع عن الدين كل مشكلة هما، بس كل شيء يكون بمكانه الصحيح. هاي الحكمة. الشجاعة مرتبطة بالغضب.
القوة العاقلة سيطرت على القوة الغضبية، إيش راح ينتج من القوة العقلية؟ حكمة. وإيش راح ينتج عن القوة الغضبية؟ شجاعة، مو تهور، شجاعة. والعفة مرتبطة بيا قوة العفة، بالقوة الشهوية، ناتج القوة الشهوية إذا سيطرت عليها القوة العاقلة. فإيش راح ينتج من القوة الشهوية؟ عفة من خلال الزواج. خلاصة الإسلام عميق. طوني مفكر غربي نظر للداخل الإنساني مثل هذا التنظير. أعطوني منظر غربي نظر للداخل الإنساني بمثل هذا التنظير الدقيق المترابط المرتبط بعضه ببعض. أعطوني إسلام عميق. يظهر في آخر الزمان القوة العاقلة العقلية تركن على جنب، وقوة الوهم السيطر على القوة الشهوية والقوة الغضبية الناتج ما ذكرته الروايات الشريفة. هذا تنظير علمي لما ورد في الروايات الشريفة. ليش الأمور راح توصل هذا سبب؟ طبعاً هنا أنا أكو عندي بعد تكملة مهمة، حتى الدور أجي إلى روايات تشير للانحراف وإصلاحه ومواجهته من خلال الرجعة على وجه الخصوص. هذا بعد أؤجله إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، حتى أشوقكم إلى الليلة الآتية. الآن بيّنت شنو يصير قبل الظهور والرجعة، بكرة شلون الرجعة تواجه ذلك. اتفقنا؟ سيد الشهداء عليه السلام لما قام قال السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. والسنة أميتت، أنا أكون أقوم مثل ما راح يقوم الحسين بالرجعة مرة ثانية، نفس الشيء، حتى أحيي السنة وأميت البدعة، وهذا هم راح يسويه الحسين مرة ثانية. لأن هو الدين مرتبط بوجود هؤلاء دائما وأبدا صلوات الله عليهم. طبعا هسه هذا اللي يسوي للدين بثمن، نعم بثمن، بشنو بثمن، والثمن كبير. وأمامك اللي صار على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، واللي جرى على الحسين، اللي ما رأته عين ولا سمعت به أذن، يعبر عنا الرضا إن يوم الحسين أقرح جفوننا أذل عزيزنا، أقرح جفوننا، يعبر عنا الإمام الرضا اللي جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني يا أخي أسألك بالله، هاي ليلة 11 من المحرم، إحنا من نقرأ نشوف الشيعة تعبانين، ليلة العاشر منايمين، والصبح سامعين المقتل عبد الزهر الكعبي الله يرحمه وتعابه، مع أنه الظهرية يرجعون لبيوتهم ينامونهم ساعة ساعتين، يأكلون لقمة ينامون يستراحون، يجون بالليل بالمجالس، بس أشوف التعب في وجوههم، منهكين تعبانين ليلة 11. ذن العلويات ليلة 11 لا نامن، وين نامن يوم العاشر كله قتل وموت، وين نامن؟ لا نامن لا أكلا لا شربا لا، يعني أنا ما أعرف هاي ليلة 11 وزينة بتصلي صلاة الليل، دول شو ما أعرض ولا أهل البيت. خويا علينا جلجل اللي قالوها جت علينا الزلم والخير. شكبرك يا زينب، شكبرك، شقد عظيمة يا زينب. خويا علينا جلجل اللي قالوها جت علينا الزلم والخيل عباس والأكبر نجاتي. خويا والحسين بيمثله وتمثيل وسجادنا مطروح ونحيل، يا خويا الصبح ناوي الحادي يشيل.
يشيل خويا الصبح ناوي الحادي يشيل دقلي شسوي لها المدالي للمدالي دقلي شسوي لها المدالي. قالت يا خويا علينا الليل هود وانا حرمة وغريبة ومالي احد